자로 뜯어볼 거야. 이메로를 내야지. 잘해놔야지. 130 ¿no?
А мы как именно об этом не знаем. ذهن ضرب ذهن ضرب يعني ضرب لا لا بعدين ده انت هو عارف فين ان ربع والبي ده في الكلام ده ده ربع ¿Qué te llaman a ellos?
كان فولت جديد. طب ليه بقى ده عامل ضرب ماشي ده عادي ده في واحد كده لو في تمام الثاني فولت عشان ايه دخل يعني انت يعني كل بس في فولت بس لا هو في يعني فولت عادي الاثنين زي بعض بالظبط بس الثاني مركب الدكتور ادفانس الدكتور فولت في البلس زيرو بعدين بي اون واحد ونص واحد اثنين بعدين زيرو واحد بي واحد بي تي اون كام؟ كده دي ليلة حلوة كده ممكن زي
مش عارف اصلا في ايه عنده في البتاع. بيقول ايه بقى؟ لا يبقى كان عملنا امبيه برضه والله كان كنت قال لي مش مش لسه سالي لا كان قال الكلام ده قاعد يمكن انت الكلام ده الدليل قال لك قال هو الدليل ده ايه الدليل قال عشان تايل اكتر فاهم في كلام ده قاعد يسمع او عشان هو مستاز يكون مستاز يكون اكبر مستاز يكون اقل صغير فكان انت عادي اه لما لا مش مستاز يكون اه على السايد بيكبر مستاز يكون اكبر اعلى مش بسرعة ماشي لو عايز تودي اي واحد فيها سلته كده تمام لو عايز تدليل دوس دليل هيطلع لك مقص كده ممكن تدليل ده دليل ده دليل ده دليل ده دليل البين عايزين بقى نشوف الباور عايزين نشوف الباور اللي في ده والباور اللي في ده تمام فهنيجي كده هنا بص هي دي علامة كده ده بول ده كده تمام ده كان ده بول ده بول اللي كان وعايزين نرسم الكارنت اللي من فوق من ده والكارنت اللي من فوق من ده وبعد كده ننزلهم كده الكرنت اللي هنا مش معنى انت اوقع على الفلود ده ما تقفش على ده تمام الكرنت اللي فين الكرنت بص دي كده تفهم كرنت دي كده تفهم كرنت دي تفهم بوت نعم ازاي ازاي الفلود من ده كده 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 تمام عايزين نشوف بقى الافرج بتاع الكلام عشان نعرف ايه الباور بتاع حاجه قد ايه تمام فادوس كنترول دوس على اسم بتاع يعني سيف ان ال اي اس ان ام اي اس ان 3 دي كده كنترول دوس عليه هيطلع لك الافرج 31 مايكرو ام شوف هو عشان المارك على النود عامل ايه يعني عاوز اجيب البروف ده لو قفت كده يعني لو قفت هنا كده هيجي لك فولتج لو قفت مش جاي دوس عليه دوس على ال دوس على منه دي
تجيب الافريج بتاع الويف دوت كنترول دوت على اسمها، فتلاقي ده 31 مايكرو 31.5 مايكرو تاني 30.0 تقريبا هي ماشي. ف 30.7 31 ما فرقتش كتير. فالكارنت ما اعتمدش على الويف على السلايد، هو كان نفس الكارنت تاني، لكن يعني فلا يعني باور سبيد واحده تاني لحد دي. ليه؟ لان هي دومينت بلو. فاحنا بقى هنعمل حركه كده، نروح واخدين الدايره دي كده كوبي بيست ماشي، واحده ثانيه نخلي لونها 1.50 اللود 1.50 نفس كل حاجه. هم كوبي بيست كده، خليها احسن. بس عشان احنا هنكتب كتير شويه يعني، خليكم منظمين يعني. تمام، دي تحتها دي، بعد كده انت تحتها دي كده. انا مش هجيب الافرج يعني. كل حاجه لا يعني مش هتبقى ما بقاش مش هجيب الافرج، بس الناس اللي بس كل حاجه عايز تجيب الافرج مش كنترول عايز كنترول بتاعتك. ثلاثة واحد واحد نغرط عندي هنا that they
واحد هنا فيه. كان هنا واحد وكان هنا فيه. يعني عشان ده ضعف كده كان في الضعف. طب انا عارف انا ضعف الويت هنا اكتر من ما ضعفش. هو بيبند على الموضوع على الفضل. كان ده مش معنى يعني حصل كده على النت. انا بقى في الدومينانت مش اللي هو بس في الدومينانت هنا يا جماعه انتوا بتعملوا كوبي دايما لو عملت كوبي ليبل تاكد يعني خلي بالك لما تعمل كوبي ليبل بيبقوا واصلين ببعض احنا هنا عايزينهم واصلين بس لو انت عامل ليبل زياده او حاجه هيكتبوا يعني خلي بالكوا دايما انتوا كوبي من ليبل انت فعلا اتاكد ان عايز الليبل الجديد تمام اللي حصل هنا ايه اللي حصل ان فوق كان اللود لما ضعفنا بيت الكرنت ما ضعفش هنا لما ضعفنا بيت الكرنت ضعف اشمعنى لما ده هنا اللود كاباسيتي انتقل طب ايه اللي حصل لما اللود كاباسيتي في قليله الكاباسيتي التيم لود بتاع الكونديتور بتاع الانفرتر بتاعي بقى هو الدومين يعني الكاباسيتي بتاع الانفرتر بيتاكل كتير من الكاباسيتي بتاعت اللود فالكاباسيتي بتاعت الانفرتر بقت هي الدومين فلما ضاعت البيت كباسن دي تضاعف فالأسئلة بيبين فالباور ديسبيتد تضاعف فالمفروض الويت ما بيعتمدش على اللود بس الكلام ده بيكون ما بيعتمدش قصدي على البي تي يعني الباور ديسبيتد ما بيعتمدش على البي تي لكن الكلام ده لازم يكون السكيما خلاص؟ لكن لو صغير هتفهم
بعد كده لما يفلوك تقتنع يروح الأبل بقى يروح هو بقى يا إما هو هاي يا إما لو يروح للحاجة حتى الفول داون نتورك دي لو الفول داون نتورك دي سددت الأبل جراوند هيبقى إيه؟ هيطلع كده بس ديتو اللي ديتو ما تسددوش يعني هي اللوجيك بتاعها مش عايش إن هي سددت الجراوند هيفضل بي دي جي زي ما فيه فهي الفكرة دي يعني هنا أنا بحط دي علشان يا اما لو الفانكشن دي لما تحقق الاوتبوت هيسدد الجراوند بواحده من دول ويسدد البي بي دي لو هو واحد بيتحقق يعني بيتحقق الاثنين ثاني فهي نفس الكلام بس فاحنا عايزين بقى هنجرب حاجه كده ونشوف يعني هنشوف يعني عيب ميزه قصدي للفتره اللي دايناميكال يعني ده تكون دايناميكال هنشوف ميزة للـ إيه؟ للـ يعني إيه ميزته عن الـ عن سكيما؟ أو دي ميزة. فإحنا هنعمل إيه؟ هنجيب هاند جيت وندخل لها إنبوت فولت كلامي عبد الرحمن الويت كله ان كله نص ربع قصدي ودي كله نص ان كله نص ودي كله نص انت هتاخد كوبي احسن من اللي هو اللي هو الترانسفير الصغير ده من الترانسفير الصغير ده ممكن تاخد من النص Thank you.
وال A1 وال B1 هما دول في الترتيب في كفو لا مش كفو ايه كفو تمام يعني هلأ احنا قلنا ان احنا نطلع ايه نطلع يعني المفروض ان ده 0 بقى 1 و 0 بقى 1 الاثنين يعني ال A1 و B1 0 و تعب 1 بس ال B1 تأخر شوية عجبك؟
الاوت مش وان بينزل كده. انما في الكيس الثانية الكيس اللي هو خلاص احنا خلصت نعمل الران بقى ونعمل ايه؟ Thank you.
حبيته انت ممكن تجرب في البيت. طيب تمام كده. لا اي تاني معلش بعد كده اعمل اعمله بقى دوت للكارت في الارض ماشي يعني اعمل ران لوب الارض الكارت في الحالتين السبلاي مش الارض السبلاي كارت ايه الاختلاف ما بين ده ولا زيرو خلي ال دخل زيرو دخل زيرو كله حتى منه قلت السورس دي فلوب تاني؟ أنا نفس فلوب تاني مش نفس فلوب مش أنا أعمل ده إيه ده بعد السلايد عشان واحد ما يظهر خلاص يا جماعة أخذ عندي مختلف مش زي بعض خلاص أنا بسمع اعمل بقى فلوب الكارن و هتلاقوا إن الدايناميك ليش بيسحب كارن على طول ده اللي بيفهم اللي فيكم عم فيه لكن ده على طول بيسحب كارن ده اللي يعمل بقى تجيب الابرنت بتاعه انك تكون ترول يعني مدوس هنا ده الاب فين يا عم ده الاب ده مين ده الديناميك بيسحب باور على طول يعني ده عيب للديناميك ان هو دايما بيسحب باور سواء دي كنت صغير او مغير لكن الستاتيك بيسحب باور قليل قوي لو دي كنت صغير اللي هي الباقي يعني باور مش من الستاتيك دي هي دي السبريتر دي Gracias.
وليد خلص كل حاجة؟ نعم 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 لا الأور بس الأور بس طيب يعني انت خلص عشرة كيلو؟ Thank you.
اجيب له فولتج ايه؟ لا لا هو شلون في فولتج ديفرنس؟ نعم فولتج ديفرنس؟ في فولتج ديفرنس؟ انا اجيب الجروب هنا وجروب هنا وهو يحسب الكلام ده. لا انا ايه ده بقى عامل كده ليه؟ عامل كده ليه؟ ستعمل ايه ثلاثة ودي ثلاثة؟ ايه ده؟ لا ده ايه ده؟ طب الأبود ده صح يعني دي نظر بعد صح ايه ده؟ بسرعة دي صح صح طيب واحنا لسه احنا نرسم الأب أكيد الأبود وكل أبودك مش أنا نسيت أحط الأبود ده أحسن طب بتهزر لا والله جد بتهزر لا والله أحب الله زيرو ايه الحلاوه دي هو تحت زيرو صح؟ ايه؟ تحت الفولتج بزيرو؟ هنا احنا الاخضر لا تحت يعني صوص الباص ده زيرو انا عايز سيلكت ده يعني ده زيرو ده هو معايا سيلكت ده طب ما كده يعدي زيرو لا يعني الاخضر هيبقى هو طالع هو طالع كده بس في شطه في الاخر لازم اعمل باشمهندس انبوت ايه ايه 3 وبي 3 Come on,
الجامعه فكرت هو يعني هو الاول شغل فريق كده اول شغل فريق خلاص يا جماعه انت عملت اي 25 وعندك ولا ولا او سيد زي انت زين ولا اختار بال بال بجد ده طلع ان انا واقف ده طلع من بال انت طلعت عندك ايه 6.1 6 ماي او 6 ماي هو كده ستة نين وستة نين هتعمل قبل ستة نين قبل كنترول وكيك نعم ستة نانو نانو ازاي مين اللي نانو ستة نانو ورد لا حد اسمه بس بتتزرع في الاي بايك زي ما عارف ليه سرين ليه الاي بايك ده الاي بايك كانت نانش في البايك مين نانش في البايك اه جيس اونك ما عارفش عندك فرق بايك انا ستة ايام برضه عندي فرق بايك طيب كده زي لو وصل للـ 1 دي
اللي هي دي 1.2 فولت اللي هي 1 لوز ده 1.2 ماينس دي بريشر هيحصل ان ده هيفصل فهيبطل يمشي كارنت تاني فساعتها الحل الاولاني المشكله دي نحط اثنين بارلل ان موس في موس كده ما في جواز
الأربعة. إنه كائن تغذى على سايز طب ايه مز ايه هي مبرز
نعم يعني دي هي صح كده.